بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تحدثنا في اللقاءات السابقة عن ثلاث قواعد من قواعد النبر، ولم تبقى إلا قاعدة واحدة. القاعدة الأولى التي تحدثنا عنها هي فعل فعل، فعل بالنبر على حركة الفاء وفعل بالنبر على حركة العين. القاعدة الثانية التي تحدثنا عنها هي فعل فعل، فعل بالنبر على حركة الفاء وفعل بالنبر على حركة اللام. والقاعدة الثالثة التي تحدثنا عنها هي فعل فعل فعل، فعل بالنبر على حركة الفاء، فعل بالنبر على حركة العين، فعل بالنبر على حركة اللام. والذي نلحظه أن هذه القواعد كلها قائمة على الحركات والسكنات، على عدد الحركات وعدد السكنات وترتيب الحركات وترتيب السكنات. فمثلا فعل وفعل تنتظم التتابع حركتين فسكون، أو حركتين أو حركتين فساكنين. وفعل فعل تنتظم التتابع حركة فسكون فحركة فسكون، أو حركة فسكون فحركة فساكنين، أو حركة فسكون فحركة. وصيغة فعل تنتظم التتابع ثلاث حركات فسكون، أو ثلاث حركات فساكنين، أو ثلاث حركات دون وجود ساكن. الصيغة التي سنتحدث عنها اليوم وهي الصيغة الرابعة والأخيرة هي صيغة متعل، صيغة متعل، ولها ثلاث طرق في الأداء. هذه الصيغة تتحكم في التتابع أربع حركات فساكن، أو أربع حركات فساكنين، أو أربع حركات دون وجود الساكن. صيغة متعل تتحكم في أربع حركات فساكن، أربع حركات فساكنين، أربع حركات دون وجود الساكن. طبعا هذه الصيغة في تناولها تختلف عن الصيغ الفائتة. لماذا؟ لأنها في كثير من الأحيان تتأثر باللهجات الخاصة المنتشرة في العالم العربي. يعني عندما أنطق الطرق الأدائية لهذه الصيغة الآن والكلمات التي تحتها، سيلحظ المستمع أن هذا الأداء يوافق لهجته، ويلحظ مستمع آخر أداء آخر يوافق لهجته. ولكن نبادر فنقرر أن القرآن الكريم لابد أن ننحي اللهجات جانبا ونحن نقرأه. هذه الصيغة تنطق بثلاث طرق في الأداء هكذا: متعل بالنبر على حركة الميم، متعل بالنبر على حركة التاء، متعل بالنبر على حركة اللام. فنطق هذه الصيغة بالطرق الثلاث هكذا: متعل متعل متعل، متعل متعل متعل، متعل متعل متعل، متعل بالنبر على حركة الميم، متعل بالنبر على حركة التاء، متعل بالنبر على حركة اللام. لننطق بعض الكلمات تحت الصيغ الثلاث، ومن يسمعني قد توافق إحدى الكلمات أو إحدى طرق الأداء لهجته ولا توافقها الطريقتان الأخريان. متعل متعل متعل، خلقكم خلقكم خلقكم. يعني مثلا خلقكم هذه ينطقها أهل القاهرة هكذا، وينطقها أهل الخليج العربي وبعض التوانسة والجزائريين والمغاربة هكذا خلقكم، وينطقها أهل الصعيد خلقكم. وطبعا سأتحدث عن الأداء الصحيح لها بعد أن أنتهي من نطق الكلمات. متعل متعل متعل، خلقكم خلقكم خلقكم. متعل متعل متعل، رزقكم رزقكم رزقكم.
متعل متعل متعل، يعظكم يعظكم يعظكم، متعل متعل متعل، نظرهم نظرهم نظرهم، متعل متعل متعل، حمئة حمئة حمئة، متعل متعل متعل، شجرة شجرة شجرة، متعل متعل متعل، رسلنا رسلنا رسلنا، متعل متعل متعل، مثلهم مثلهم مثلهم. السؤال الآن، هل وضح الفرق بين الصيغ؟ وضح الفرق بين أداء الصيغ؟ نعم، كل لهجة تضغط على حركة حرف من الحروف. طيب الحمد لله. طبعا بالنسبة لخلقكم رزقكم يعظكم، هذا هو الأداء المستقيم لها، متعل بالنبر على الحركة الأولى، يعني حركة الخاء من خلقكم، حركة الراء من رزقكم، حركة الياء من يعظكم، وهكذا. ولكن طيب ما دليل ذلك؟ لماذا قلت إن خلقكم هي المستقيمة وخلقكم ليست مستقيمة وخلقكم ليست مستقيمة؟ وهذا الأداء الثالث، أداء أهل الصعيد في مصر. طبعا الأداء الأول خلقكم، يعني أخذناه بالتواتر عن شيوخنا، ولكن هذا الدليل مردود عليه بأن يرد أحد ويقول وأنا قرأتها خلقكم عن شيخي أيضا المتصل سنده بالرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يقول ثالث وأنا تلقيتها خلقكم بسندي المتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم. أقول إن هناك دليل ثان قوي، ما هو؟ لنذهب إلى أصل الفعل في ثلاث طرق الأداء. يعني مثلا خلقكم، أصل الفعل خلق، طيب نضع الكاف، خلقك، طيب نضع الميم، خلقكم، لم يحدث أي اختلال في الكلمة. أما خلقكم فأصل الفعل على هذا الأداء خلق، خلق هكذا. هل يوجد فعل اسمه خلق أم خلق الفعل وليس؟ نعم، كذلك أهل الصعيد الذين يقولون خلقكم رزقكم يعظكم، هم يفصلون الضمير المتصل، يفصلونه، يجعلونه كلمة مستقلة غير ممتزجة بالكلمة السابقة لها. يعني خلقكم، الكم هو طرف الرداء الذي تدخل فيه اليد، هذا هو الكم، هي ليست خلقكم، هي خلقكم. إذن فالأداء اللهجي فيه انحراف بالنسبة لي خلقكم، لأن أصل الفعل فيه انحراف على هذا الأداء خلق، والفعل ليس خلق وإنما خلق. كذلك الأداء الثالث خلقكم فيه انحراف أيضا، لأنه يفصل الضمير المتصل. ممتاز الأخت الساجدة والأخت جنان، نعم، لأنه يفصل الضمير المتصل ويجعله كلمة مستقلة. طيب هناك مواضع أيضا لهذه الصيغة، مواضع لمتعل بالضغط على حركة الميم، ومواضع لمتعل بالضغط على حركة التاء، ومواضع لمتعل بالضغط على حركة اللام. أنا أتحدث عن اللهجة بصرف النظر عن المواضع، لكن لكل صيغة مواضعها التي سنتحدث عنها الآن. طيب الأخت تسأل عن الصيغة الثانية، الأخت فاطمة، الصيغة الثانية هي متعل متعل هكذا بالنبر على حركة التاء. الصيغة الأولى متعل، الصيغة الثانية متعل، يعني ننطق الكلمات على الصيغة الثانية فنقول خلقكم رزقكم يعظكم، نظرهم، حمئة، شجرة، رسلنا، مثلهم. هذه لهجة، هذه لهجة خاصة، فلا ننطق هذه الكلمات في القرآن هكذا، وإنما ننطقها خلقكم بالنبر على حركة الخاء، رزقكم بالنبر على حركة الراء، يعظكم بالنبر على حركة الياء، وهكذا. نتحدث عن الموضع الأول لمتعل بالنبر على حركة الميم، بالنبر على الحركة الأولى، نفس مواضع
فعل ونفس مواضع فعل ونفس مواضع فعل، لفعل وفعل وفعل موضعان، إذا تكونت منها الكلمة أو كانت هي التتابع الأخير في الكلمة كما كررنا ذلك في اللقاءات السابقة. كذلك متعل بالنبر على حركة الميم، إذا تكونت الكلمة من التتابع أربع حركات فسكون أو أربع حركات. ومن أمثلة ذلك أحدكم، يبقى أين النبر في كلمة أحدكم؟ ممتازة الأخت فاطمة على حركة الهمزة وجنان والرميساء ما شاء الله. كذلك أجلهم على حركة الهمزة، أجلهم متعل، مثلهم خلقكم رزقكم، أين النبر في كلمة رزقكم؟ رزقكم رزقكم الراء، ممتازة الأخت فاطمة. طيب يعظكم أين النبر؟ يعظكم على حركة الياء، ممتازة فاطمة والساجدة والرميساء وجنان. حمئة أين النبر على الأداء المستقيم؟ على حركة الحاء، ممتازة فاطمة والرميساء وجنان الرحمن. شجرة أين النبر؟ على حركة الشين. رزقني متعل على حركة الراء كذلك. رسلنا، رسلنا على حركة الراء، ممتازات. إذن الكلمة التي تنتظم أربع حركات فساكن أو أربع حركات فالنبر فيها على الحركة الأولى، يعني مثلا خلقك آخرها حركة وليس سكون، يعني أربع حركات، الخاء متحركة، اللام متحركة، القاف متحركة، الكاف متحركة وصلا. خلقك فتنطق متعل والنبر فيها على حركة الخاء. الموضع الثاني لمتعل كما قلت هو هو الموضع الثاني لفعل، الموضع الثاني لفعل، الموضع الثاني لفعل، هو نفس الموضع. إذا كان التتابع الأخير في الكلمة هو أربع حركات فساكن أو أربع حركات، مثل أسلحتكم مثلا، كلمة أسلحتكم هناك أربع حركات فساكن لكن قبلها تتابع وهو أس أس، ثم إذا أردنا أن نعد الحركات والسكنات وجدنا أربع حركات فساكن بعد أس، هكذا لحاتكم، هكذا لحاتكم، اللام والحاء والتاء والكاف والإيه والميم ساكنة، فتنطق بثلاث طرق، طريقة صحيحة وطريقتان خاطئتان. لحاتكم متعل، هذه الصحيحة، لحاتكم خاطئة، لحاتكم خاطئة. فالأداء المستقيم أسلحتكم، الأداء غير المستقيم أسلحتكم، الأداء غير المستقيم أسلحتكم، فهي أسلحتكم وليست أسلحتكم وليست أسلحتكم. كذلك أمتعتكم، هناك تتابع سبق الأربع حركات فسكون وهو أم أم، ثم إذا أردنا أن نعد الحركات بعد ذلك وجدنا أربع حركات فسكون، حركة التاء وحركة العين وحركة التاء وحركة الكاف وسكون الميم وسكون الميم، هكذا. فتنطق بالأداء المستقيم تعتكم متعل، وتنطق بالأداء غير المستقيم تعتكم وكذلك تعتكم. فالأداء المستقيم أمتعتكم، الأداء غير المستقيم أمتعتكم، الأداء غير المستقيم أمتعتكم، فهي أمتعتكم وليست أمتعتكم ولا أمتعتكم، هي أمتعتكم. كذلك آلهتنا، طيب آلهتنا تنطق بثلاث طرق، لهتنا لهتنا لهتنا، الصحيح الأداء الأول لهتنا آلهتنا. نلحظ أن هناك أربع حركات فساكن في آخر الكلمة بعد آ، بعد آ. كذلك آلهتكم نفس الكلام،
آلهتكم آلهتكم آلهتكم، فالأداء الأول هو الصحيح. كذلك أفئدتهم 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 أفئدتهم، الأداء الأول هو الصحيح أفئدتهم. إذن لمتعل بالضغط على حركة الميم موضعان، إذا تكونت منها الكلمة مثل خلقكم، أو كانت هي التتابع الأخير في الكلمة مثل أسلحتكم. نأتي إلى الصيغة الثالثة التي تحدثت عن أهل الصعيد أنهم ينطقونها في مثل خلقكم، فيقولون خلقكم، يعني الصيغة هي متعل. هذه الصيغة لها مواضع أيضا في اللغة الفصيحة وفي الأداء القرآني. أين؟ وهي بالضغط على حركة اللام. إذا وجد التتابع أربع حركات فساكنان، إذا وجد التتابع أربع حركات فساكنان كانت صيغته متعل هكذا. نلحظ الكلمات التالية: أجلهن، رغما عنا لابد أن نضغط على حركة الهاء. أجل في الأداء القرآني هكذا: أجلهن، هكذا أجلهن. طبعا وقفا هناك ساكنان، النون المشددة عبارة عن ساكنين في حالة الوقف، فالنبر على حركة الهاء. من ذلك أيضا ولأتم، ولأتم، أين النبر في هذه الكلمة؟ على حركة التاء. ممتازة فاطمة، ما شاء الله بارك الله فيك، ممتازة جنان. يبقى النبر على حركة ايه؟ التاء. من ذلك ايضا فحملت، وقفا على حركة، على اي حركة النبر؟ على حركة اللام. ممتازة جنان. اذا متعل بالضغط على حركة اللام إذا وجدنا التتابع أربع حركات فساكنين في أي موضع كان. الموضع الثاني لي متعل إذا كان التتابع أربع حركات فسكون أول الكلمة، يعني إذا وجدنا أربع حركات فسكون أول الكلمة، والكلمة مكونة من أكثر من تتابع، يعني بعده يوجد تتابع حركة مثلا أو حركة فسكون أو غير ذلك، بصرف النظر عما يتصل بالكلمة من سوابق أو لواحق، يعني قبلها حرف عطف بعدها ضمير، نصرف النظر عنه. مثل أجلهن وصلا، أجلهن وصلا هنقول أجلهن هكذا، ففي هذه الحالة النبر على حركة الهاء، النبر على حركة الهاء. أجلهن متعل هكذا. ولأتم، نلحظ أني كررت الكلمات التي ذكرتها في الايه في الموضع السابق. لماذا؟ هل منكم من انتبهت لذلك للسبب؟ لماذا كررت؟ يعني مثلا أجلهن أعتقد أنني كررتها، ولأتم، كلمة ولأتم أنا كررتها أعتقد ذلك. سأعود إلى فعلا الكلمتان كررتهما. لماذا كررتهما في هذا الموضع؟ لماذا؟ ما السبب؟ ما السبب؟ أسأل عن السبب. طيب أنا ما شاء الله عليكم كلكم يعني قلتم نعم، ولكن لماذا نعم؟ يعني ماذا هل عن طريق الخطأ مثلا أو؟ أيوة ممتازة الرميساء، ما شاء الله. لا هو كما قالت الرميساء لأن هناك كانت وقفا، أنا قلت هناك في الموضع الأول إذا وجدنا أربع حركات فساكنين في أي موضع، فوقفا أجلهن هناك ساكنان. طيب هنا قلت إذا كان التتابع أربع حركات فسكون أول الكلمة، والكلمة مكونة من أكثر من تتابع، يعني بعد الأربع حركات فسكون سيوجد متحرك على الأقل، كما في أجلهن أربع حركات فإيه فساكن فحركة، فهناك تتابع، يبقى وصلا ووقفا النبر على الحركة قبل الحرف المشدد هنا في أجلهن. ولأتم نفس الكلام، النبر على إيه؟ على التاء. فنتبرأ، نتبر على حركة الباء. فأخذتكم مثلا، لكن طبعا هذا التتابع فيه مشكلة لأن فأخذت
اذا وقفنا على فاخذت، انا كنت سادخل في صيغة اخرى، فالنبر فيها على حركة الذال، فحملت، لو وصلنا فحملته، فالنبر فيها على حركة اللام، على حركة اللام. اذا التتابع اربع حركات، فسكون قد ينطق بصيغة متعل اذا وجدنا اربع حركات فساكنين في اي موضع كان، واذا كان التتابع اربع حركات فسكون اول الكلمة. الموضع الثالث لمتعل، متعل تأتي يعني بالنبر على حركة اللام، تأتي هذه الصيغة كلهجة خاصة في نطق متعل، كما قلت لكم منذ قليل، قلت إن أهل الصعيد ينطقون خلقكم خلقكم، ينطقون رزقكم رزقكم، ينطقون يعظكم يعظكم، ينطقون نذرهم نذرهم. وطبعا هذا الأداء من المفترض أن ننحيه عن القرآن، لأن القرآن الكريم مقدس في أدائه، ولم ينص أحد من القراء على مثل هذا الأداء بالنسبة لإيه؟ للقرآن. الصيغة الثالثة وهي متعل، متعل، سأنطق الثلاث صيغ حتى إيه لا يستغلق الأمر علينا، متعل متعل متعل، هذه هي الصيغة الثانية وهي متعل، متعل بالضغط على حركة التاء. يغلب على متعل تعبيرها عن لهجة كأنها صورة داكنة للصيغة الأولى متعل، فكل أمثلة متعل تصلح لمتعل، لكنها ليست أصيلة هنا، ولكنها مجرد لهجة، مجرد لهجة خاصة، مجرد لهجة خاصة. يعني مثلا ضررة، نجد البعض يقول ضررة، مثلا رقبة، نجد البعض يقول رقبة، رسلنا يقولون رسلنا، جعلهم يقولون جعلهم، وهكذا. وكما قلت مع متعل خلقكم، أقول هنا لابد أن ننحي اللهجات جانبا ونحن ننطق بالقرآن. الموضع الثاني لمتعل، قد تأتي هذه الصيغة إذا اشترك في تكوين التتابع أربع حركات فسكون ثلاث كلمات، يعني سنجد في التتابع ثلاث كلمات، ثانيهن لام الجر. يعني أنا بحثت في القرآن الكريم فلم أجد إلا هذا التتابع، كما في فلهما، فلهما يعني مثلا فلهما الثلثان مما ترك، فتنطق فلهما هكذا بهذا الأداء، فلهما فلهما هكذا، فلا هكذا، تبقى على الصيغة الثانية وهي متعل فلهما. أما إذا نطقت هنا على الصيغة الأولى وقلنا فلهما فسد المعنى، إذا نطقت على الصيغة الأولى فسد المعنى. كيف نقول فلهما الثلثان مما ترك، يعني هما أصبحا الثلثين على هذا الأداء، الأداء المستقيم فلهما الثلثان، أي أن الثلثين لهما، أي أن الثلثين من نصيبهما، أما فلهما الثلثان أصبحا هما الثلثين على هذا الأداء الإيه؟ المنحرف. إذن ملخص الموضوع، لا على حركة اللام، على حركة اللام يا أخت جنان، نحن نتحدث عن الصيغة الثانية، نعم، متعل على حركة اللام التي تقابل التاء في متعل، نعم. فالنبر على الأداء المستقيم على أن اللام للجر بالنبر على حركة اللام هكذا فلهما. طيب على أن اللام لم توكيد مثلا، يبقى النبر على إيه؟ حركة الفاء كما تقولين، فتكون هكذا فلهما فلهما هكذا. حاضر، سأنطق على الأداء المستقيم والأداء غير المستقيم. الأداء المستقيم فلهما فلهما، الأداء غير المستقيم فلهما فلهما هكذا. إذا ملخص الموضوع، الصيغة الأخيرة الرابعة وهي صيغة متعل،
لها ثلاث طرق في الأداء: متعل متعل متعل. بأي طريقة استقام اللفظ مع المعنى فهي الطريقة الصحيحة في أدائه، فهي الطريقة الصحيحة في أدائه. أما بالنسبة للمواضع فقلنا إن متعل مواضعها هي مواضع فعل وفعل وفعل، من المفترض أن نكون قد حفظنا هذه المواضع إذا تكونت منها الكلمة أو كانت هي التتابع الأخير في الكلمة. أما صيغة متعل فلها ثلاث مواضع، إذا وجدنا ثلاث أربع حركات فسكون في أي موضع، وإذا كان التتابع أربع حركات فسكون أول الكلمة المكونة من أكثر من تتابع، كما أنها تأتي كلهجة خاصة لإيه؟ لمتعل. وبالنسبة لمتعل بالنبر على حركة التاء يغلب تعبيرها على عن لهجة خاصة، صورة باكنة لمتعل، وأنها تأتي في موضع واحد وهو موضع فلهما. وبذلك نكون قد انتهينا من هذه الدورة ومن قواعد النبر كاملة، وهي من الممكن أن نلخصها في الجملة الآتية. يعني كل ما قلته في اللقاءات السابقة من الممكن أن ألخصه في دقيقة فحسب. طبعا وبعد أن ألخصه في الدقيقة سيقول البعض: طب ولماذا يعني أكثر علينا وتكلم معنا كل هذا ولم يلخص الدورة كلها في دقيقة من أول الأمر؟ لا ينفع ولا يجوز ذلك. أنا ألخص الآن لأن كنا قد فهمتن ما قلت، لكن الآن عندما ألخص ستفهمن ما أقول، لكن إذا لخصت في البداية لن يفهم أحد ما أقول. طيب، ملخص الموضوع أن هناك أربع قواعد للنبر: قاعدتان تنطق بأدائين، كل قاعدة تنطق بأدائين، وقاعدتان كل صيغة أو كل قاعدة تنطق بثلاث طرق. طيب الطرق كلها والقواعد كلها عبارة عن إيه؟ فعل فعل، فعل فعل، فعل فعل فعل، متعل متعل متعل. فعل فعل، فعل فعل، فعل فعل فعل، متعل متعل متعل. هذه هي قواعد النبر كاملة. وفي نهاية الدورة أعترف أن الموضوع في حاجة إلى تدريب وإلى تطبيق، يعني المستوى النظري الآن مكتمل لكن الموضوع في حاجة إلى تدريب وتطبيق. وإن شاء الله نحن نرحب بكم في الحلقة القرآنية يوم الخميس، وإن كانت قد أجلت إلى آخر شهر شوال، يعني إلى بداية الدراسة. فمن أرادت أن تشترك معنا إن شاء الله في آخر شهر شوال بإذن الله وتقرأ معنا في الحلقة فعلى الرحب والسعة. والآن يعني أفتح الباب للأسئلة، من لديها سؤال فلتتفضل بكتابته. الحلقة هي على برنامج الأوفو، وهناك أخت مسؤولة عن المشرفة، مشرفة للحلقة اسمها الدكتورة شروق. من الممكن أن تكتب إحدى الأخوات لك الإيميل الخاص بها على الأوفو أو على سكاي. وإن شاء الله يعني إيه، من لم تستوعب الدورة أو فاتها شيء منها، هناك دورة إن شاء الله أيضا في آخر شهر شوال ستبدأ في غرفة الداعيات. هل من سؤال آخر؟ هل هناك شيء غامض في موضوع النبر؟ تدبروا النبر فيها على حركة الدال، وهناك نبر على حركة يدب فعل، وهناك نبر على حركة أيضا برو على حركة الباء. يدب النبر على حركة الدال، لماذا؟ لأن التتابع حركتان فسكون في أول الكلمة فيكون صيغة فعل، يدب فعل. طيب برو فعل.
كيف نفرق بين على وعلى في القرآن الكريم؟ وعلى في مثل أولئك على هدى. طيب الأخت ريانة، لا فرق هناك في اللغة العربية، وأنت ما شاء الله ممتازة في اللغة العربية. هناك في اللغة العربية شيء اسمه المشترك اللفظي. ما معنى المشترك اللفظي؟ كلمة واحدة، كلمة واحدة وتدل على أكثر من معنى. ومن هذا المنطلق أقول لك لا فرق بين على وعلى في القرآن، على حرف جر وعلى فعل ماضي، لا يوجد فرق في الأداء. من يقول أن هناك فرق فهو يعني إيه موهوم. لماذا؟ لأن التتابع على سواء هنا أو هنا مكون من حركتين في سكون، فينطق على. فإذا قلنا على التبس كأن هناك هاء، على يعني إن فرعون على هكذا، على الأداء غير المستقيم نقول إن فرعون على كما كتبت الأخت فاطمة الشاعر. كذلك مثلا على هدى من ربهم نقول أولئك على هدى، على هكذا، لا نقول أولئك على، على ليست على هي على. إذن على وعلى من باب المشترك اللفظي، هذا فعل معناه العلو وعلى حرف جر، ولكن الاثنان من قبيل المشترك اللفظي، يعني كلمة واحدة لها معنيان وإن كانت ترسم بطريقة أخرى. أنا أقول في الأداء يعني لا يا ريان، من قال لك هذه القاعدة الغريبة؟ لا لا لا، سأقول لك يا ريان، يعني أنا مثلا اسمي وليد مثلا، وهناك طفل مثلا مولود حديثا هو اسمه وليد وأنا اسمي وليد، والمعنى يختلف. أنا وليد اسمي، لكن وليد صفة لهذا الطفل المولود، والكلمة واحدة وتنطق بأداء واحد. هل هناك من أسئلة أخرى؟ الكلمة التي ذكرت هي يدبر، يدب. طيب أنا أفهم يدب فعل، بر فعل، فتح الياء وشد على الدال، يدبروا يعني ولا ايه؟ يدبروا. طيب يدب، يدب هناك نبر على حركة الدال، بروا هناك نبر على حركة الباء. هناك نبران على الكلمة، يدب هناك نبر على حركة الدال، فعل، برو هناك نبر على حركة الباء. وفي كنا بارك الله، اللهم آمين. هل يكفي فهم معنى الكلمة في الإتيان بالنبر صحيحا؟ نعم نعم أختي جنان، وهذا معنى تلخيصي للقواعد. أنا أقولها لك بطريقة أخرى، أقولها لك بطريقة أخرى، كنت أقولها خلف كل قاعدة وأعيدها الآن خلف كل القواعد. دائما كنت أقول خلاصة القول أن مثلا عندما تحدثت عن فعل، خلاصة القول أن التتابع حركتين فسكون له طريقتان في الأداء، فبأيهما استقام اللفظ مع المعنى فهي الطريقة الصحيحة في أدائه. يعني أنت تقرأين مثلا وتقولين قل هو الله أحد، ثم تنظرين هل هي أحد أم أحد، بأيهما يستقيم المعنى؟ بأحد وليس بأحد، صح؟ هكذا مع بقية الايه القواعد. يعني من الممكن أن أقول لك الآن هناك قواعد للنبر على الحركات، وملخص هذه الصيغ فعل فعل، فعل فعل، فعل فعل، فعل متعل متعل متعل. فبأي صيغة من هذه الصيغ استقام اللفظ مع المعنى المراد فهي الطريقة الصحيحة في أدائه. وسبحان الله هذا يرد على سؤال، هو ما شاء الله أنتم يعني لم تسألني كثيرا من الأسئلة التي أجابه بها، ولكن الحمد لله بفضل الله أرد عليه، ولكن تفتحون الباب في بعض الأحيان. البعض يقول طيب إذا فكرنا في هذا النبر وقواعد النبر فهذا يشغلنا عن المعنى، عن معنى الآيات والتدبر فيها. بالعكس بالعكس،
الذي سيؤدي القرآن أداء صحيحا معناها أنه يفكر في المعنى وأنه يفهم المعنى، أما الذي يخطئ معناه أنه يقرأ ولا يفهم ما يقرأ. يعني الذي يقول فقعوا بدلا من فقعوا، هل تدبر في الآية ليقول فقعوا؟ لا أظن ذلك. يا أخت ريانة هاتي لي كلمة لنرى هل هناك تعارض أم لا. يعني هو أصحاب كتب التجويد لم يلحظوا في القرآن مواضع النبر، أو لم يدرسوها، أو لم تمر عليهم، فحددوا تقريبا 4 مواضع التي توجد في بعض الكتب وتكلموا عنها، لكن أظن أن هذه الدورة تبين لكنا أن القرآن كله نبر، كل كلمة معرضة لموضوع النبر، فالشطارة والحرفنة أن نضع النبر في موضعه الصحيح. نعم، لا يوجد تعارض. نعم، لكن هو التعارض في إيه؟ أنهم لاحظوا النبر في مواضع معينة وتركوا بقية المواضع التي يؤدي فيها إلى فساد في المعنى. طيب إذا تكلمت أنت عن هذا، فتكلم عن كل المواضع التي يؤدي فيها النبر إلى فساد في المعنى. وإياكم. طيب، إن شاء الله نلقاكم في آخر شهر شوال في الحلقة بإذن الله، وأستودعكم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأسألكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.